نقول كيف كيحس ولدي. انا كنتمنى ما كرهتوش يشوف، ما كرهتش يقولوا لي عين وحده نعطيها ليه هو يشوف بعينه وانا بعين. انا ما كرهتش، انا درتها للطبيب قلت لي شوف نعطي عيني، قال لي لا يعقل، ما يعقل، ما يمكنش. وبغيت نخدم وبغى ندير مسؤوليه ديالي وبغى ندير وليدات ان شاء الله. الله لا يحرم شي مسلم من عويناتو الاخوان. كنت كنشوف بعويناتي. الشعور ديالي واخويك كنبغي نخرج، خاصني خرجك. كاش بغيت تشوف شي حاجه كنتم غادي، وبعد خطره كنضرب صبعي، صبعي ديال رجلي كاع مضروبين، كنترمى الطريطوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس الحمد لله أخويا. الله يحفظك. عاود لي عرفني عبد الرحمن. السلام عليكم الأخوان. بغيت نقول لكم الأخوان سميتني عبد الرحمن. كنت كنقرا في الكاتريام، من بعد خرجت من الدراسة ديالي درت تكوين. من بعد فاش درت تكوين الأخوان ما كملتش، وجاني واحد المرض نفساني. داك المرض النفساني بقيت كنتعالج عليه مدة شي 3 سنين. مدة هذيك العامين كانوا شادين الدار في الدار، رابطيني باش ما نهربش ونديع، حيت كنت واحد دخلت واحد المرض خايب ديال كتخيل لي بنادم تابعني، هذا ما حامنيش، هذا باغي اديني. كنجي على الدار كنقول لهم سحرشوا ليا، درشوا ليا، هي ما كاين والو، كان داك الشيء كتخيل ليا. ومن بعد صحيت من داك المرض النفساني، من صحيت من المرض حطيت بديت كنبيع ونشري في الكارو الاخوان. ومن حمال انت بدا هذا المرض؟ بداني من 2013، بديش من 2013 دخلني مرض نفساني. يعني ديال الشوف امتى مشى لك اخويا؟ الشوف مشى ليا في 2020. كيفاش بدا كي كيفاش بديت كتحس بشي مشي لك الشوف؟ لا ما حس، لا ما عرفتش راسي كيمشي ليا الشوف حتى عاودت مرض نفساني. عاوتاني مرض نفساني وندخل للسبيطار. دخلت السبيطار على اساس باش نتعالج على مرض نفساني، ومن بعد بقيت عندهم تما طحت شوقيه، طحت على راسي. فاش طحت على راسي بقيت في غيبوبه، وبقيت في ديك الغيبوبه شي سيمانه في الغيبوبه، ما دست في العمليه ارجو ديك الساعه، بقيت سيمانه وانا طايح عندهم. فاش دخلت العمليه ندير العمليه دخلت بعيني ما كنشوفش، دخلت بعيني شي ما كنشوفش العمليه. خويا عبد الرحمن مشات النور ديال العين. خويا شنو كتمنى؟ كدبش عليك اخويا، كنتمنى من الاخوان وكنتمنى من ربي سيدي ربي ان شاء الله يسهل عليا في ضوء عويناتي الاخوان. وانا ما كدبش عليكم الاخوان، باغي نتمنى شحال من حاجه في حياتي، وباغي نعاون مولين الدار ما في حالهمش، وبغيت نخدم وباغي ندير مسؤوليه ديالي وباغي ندير وليدات ان شاء الله. الله يحرم شي مسلم، الله لا يحرم شي مسلم من عويناتو الاخوان. خويا عبد الرحمن كنت كتشوف بعويناتك؟ كنشوف بعويناتك. الشعور ديالك؟ الشعور ديالي واخويك كنبغي نخرج، خاصني خرجك. كاش بغيت تشوف شي حاجه كنتم غادي، وبعد خطره كنضرب صبعي، صبعي ديال رجلي كاع مضروبين، كنترمى الطريطوار. عندي مشكل بزاف حيت ما مولفش اخويا، هادشي علاش. انت اخويا عبد الرحمن باغي ندير اسره ديالي. الشعب الاطباء شنو كيقولوا؟
الاطباء ما كيعطوني حتى حل اخويا حتى حل والو. كيقول لك التقطيره دير التقطيره وطلب الله. كنقول لهم شنو هو المشكل كيقول لي عندك عرق مريض لك ديال الراس عرق هو اللي مأثر لك على الشوف خاصو يصح هذاك العرق. شحال طيب اخويا عبد الرحمن شفتي شي ست اطباء شي ست ما عرفت سبعه بحال هكا سته ولا سبعه. ما كيقولوش لك خويا عبد الرحمن ان عندك شي عمليه؟ لا والو لا. اللي كنمشي عند الطبيب كيقول لي كيقول لي التكطيره كيخرجوا لي التكطيره خوت انا التكطيره ولاش كتاثر ليا على عيني الاخوان. انا ما كرهتش الاخوان شي محسن ولا شي مرضي الوالدين ولا مرضيات الوالدين وربي ان شاء الله يوفقني ويكمل عليا ووقفوا معايا الا كانت شي عمليه في اوروبا ولا شي طبيب هنا شي طبيب اختصاصي في الامراض في الشوف. عبد الرحمن سمعت انك دابا كدير ريحه وكتمشي تبيع حدا المسجد. كنبيع ونشري حدا المسجد الفردوس. كنبيع ونشري حدا المسجد الفردوس. شنو كتبيع وتشري؟ كنبيع ونشري في الروايح اخويا. كديني الوالده مسكينه تما كتستشف ليا الطابله ديالي الكريسي كتقاد ليا داك الشيء كتعاود كتمشي حدا الباب الجامع ديال العيالات كيأد الاذان كنطلع تصلي كنبيع ونشري داك الشيء اللي جاب والله اللي قسم الله كنعاود عاوتاني نجمعو كنجيو عاوتاني للدار عاوتاني أد العصر نعاودو نخرجو عاوتاني نعاود نرجعو عاوتاني أد المغرب حتى العشاء عاد كنجيو. كما كنشوف عبد الرحمن يعني واخا مشى عليه النور ديال عينيه مازال مازال مقاتل مع الوقت ومازال كيخدم على راسو. يعني واخا مشى النور ديال عينيك خويا عبد الرحمن باقي نعاون والدي يا خويا. والدي ما في حالهم شو باغي نساعدهم. باغي نساعد والدي ما كذبش عليك اخويا باغي نساعدهم بزاف. كيبقى فيا الحال اخويا خاصني انا نكون حدا والديا. الوالد حتى هو عندي مريض عيان خاصني تسخر ليهم. الوالده مسكينه الام ديالي تهرست من اليد ديالها دابا هي تهرست دابا بشي سيمانه باش ما عندك ولد ولا عندك خوت؟ عندي انا كاين دري ولد وكاينين بوحدي انا اللي الولد عندهم. يعني حتى هو الراجل ديالي انا هو الراجل ديال الدار هذه. كانوا كيشوفوك شحال من حاجه. كانوا كيتمناو كيتمناو فيا شحال من حاجه نخدم نهزهم نعاونهم نساعدو كي الحمد لله هاني ماشي مشكل شي قسم الله ربي كبير كيما ربي سد باب شي حل بيبان ان شاء الله. شنو الرساله خويا عبد الرحمن تبغي توجهها للناس المسؤولين والناس المحسنين اللي هما كيشوفوك الان عبر المباشر ديال الاشواق هذه؟ الرساله اللي كنبغي نوجه للمسؤولين والمسؤولات شي بغيت ليهم يوقفوا معايا ما كذبش عليكم الاخوان صراحه راه مدش عام وست شهور ماشي ساهله. بنادم مدش عام وست شهور فقدت الشوف ديالو وبنادم كان كيشوف فقدت الشوف شويه شعور صعيب بنادم ما يتقبلهاش. واخا كنبغي ننسى 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 وكتجي واحد الساعه واحد الدقيقه كنتغير شويه كيبقى فيا الحال. اخويا كنتمنوا لك الشفاء يا ربي ان شاء الله. انا عطيو الام ديالك مسكينه كنشوفها متاثره بزاف حتى الميكرو الام ديالك. السلام عليكم اخوتي. انا اللي كنطلب اخوتي المحسنين تعاونوا لي على الوليد ديالي. انا باغا يتمنى حتى هو يشوف ولا يحرم شي مسلم من الشوف ديالو. لا يحرم شي مسلم عسى. انا بعض المرات كنغمض عيني كنقول كيف كيحس ولدي. حتى انا كنتمنى ما كرهتوش يشوف ما كرهتش يقولوا لي عين وحده نعطيها ليه هو يشوف بعين وانا بعين. انا ما كرهتش. انا درتها للطبيب قلت لي شوف نعطي عيني. قال لي لا يعقل ما يعقل ما يمكنش تبسعد الضحيه على قبل الابن ديالك حتى عندي هو عوينه اللي كنشوف منه. عندي هو ولد واللي كنت كنتمنى منه حتى انا صحتي راه بدات كتقلد ما بقيتش كما كنت. حتى انا كنت خدامه وبركت من الخدمه على قبله فرجته وبركت من الخدمه وليت كنخرجو نديو ونمشيو نبيعو الروايحات. ولكن كنتمناه يشوف كنتمنى حتى واحد كنحس به حتى هو بعض المرات باغي يشوف حتى هو باغي يشوف بالحياه حتى باغي حتى هو يشوف الدنيا باغي يخرج باغي يشوف الدنيا حتى هو باغي يدير حتى هو بحال الدراري الحاجه. والحمد لله حمدنا ربي ما كتبقايش مبسط عليه ما كيخرجش راسو ما خطا لا خرجوا شي دري ونكون معاه انا اكثريه كنكون معاه انا نخرجوا للجامع نبيعوا الروايح ونجيب. ملي كيخرج مع شي دري كنبقى مشطونه من جهته تيجيني للدار. يعني عبد الرحمن وخا صحته قلالته عيني مابقاش كيشوف بهم باقي كيخرج ويخدم على راسو. باقي مسكين باغي يعافر وباغي تا هو يخدم ودار الرويحات ويمشي يبرك يحط بدا يبيع وانا نبعد منه ونبقى حاضيه في التيسع نشوفو كيبيع. شنو كنتمنى في ولدك من هنا لقدام؟
تمنى يشوف، باغا ولدي يشوف بعوينات، ولكن الله سبحانه وتعالى لا كان عدوش يشوف زعما، لا كان ربي مسهل ليه الحمد لله. و كنوجه للناس المحسنين يعاونوني ويعاونوني في وليدي، انا باغا ولدي ما باغا حتى شي حاجه، باغا ولدي يعود يشوف بعويناته، والجلالات محمد السادس الله ينصره حتى هو يشوف من حالنا ويشوف من ولدي، حتى هو بغيت يشوف بالعوينات ديالو. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.